الفورث سيكشن لا ما حدش كلم حد ولا شفت الموبايل عشان يقول لحد من زمايلك معانا المسا زي ما احنا شايفين الكروس سيكشن ده يبقى هو فانكشن من الاستشارج اللي ماشي في المسا فاحنا عايزين نجيب العرض بتاعها والرمق بتاع الموبايل يبقى لو انا عرفت الاستشارج اقدر اطلع عن ديزاين دي الكروس سيكشن بما ان انتوا لسه في سنه ثانيه ما خدتوش هيدروليكس او ديزاين كروس سيكشن او طرق تصميم القطاعات العرضيه بناخد بس السمول ديتشز اللي هي القطاعات الصغيره وما بنحلهاش بمعادلات اللي بتذكرها في سنه ثالثه لان احنا بوصل جدول عمليه حل الحته دي بس انا بجهز تجهيزه معينه وانا اخش في التيبل اطلع عليه الديزاين على طول. الكروس سيكشن ده على حسب بقى الديزاين حسبت الديزاين بتاعها مثلا لو ده كروس سيكشن اهو انا عايز اصممه احنا في الغالب بنخلي سطح الميه بيبقى تحت ملسوق الارض وطبيعتها الزراعه. بالتالي لازم تركب بامب وتخرج ايه؟ الميه. فده القطاع بتاعنا اي وده زد واي. والميل هنا زد الى واحد او تي الى واحد بحيث نقول الافق الاول زد مثلا والواحد هو ايه؟ الراس. قلنا ثلاثه زد ثلاثه افق اثنين راس. واحد لواحد واحد اثنين يبقى اثنين افق واحد ايه؟ راس. لكن ممكن في بعض الاماكن نلاقي الديزاين بتاعنا المنسوب الباي نفسه اعلى من الارض بتاع الزراعه. بالتالي مجرد يعملوا انتيك كده مسموح لما تخش تتدفق على طول على ايه؟ على سطح ايه؟ الارض. ده غالبا مش هتلاقيه الا في المحافظات الخمس مليون بالذات اللي هي فيها ال صغري الراحة معظم الأراضي لكن معظم الأراضي بتاعت الجمهورية لا لازم نرفع المية ونسمم تصدر حتى لو كان في أماكن فيها ري الراحة التطوير يقلب الكلام ده لازم يعني نعمل إيه؟ نعيد الديزاين بحيث نخلي المسؤول مية تحت والأرض هي اللي أعلى ونغير القطاع بحيث نعمل مركب ربطش يتحكم في كمية المية اللي تضخ في إيه للأراضي. المهم إحنا عشان يبقى الكروس سيكشن ده احسن من الاستشارج. كيو هتعمل تساوي حاجه اسمها الفيلد ممكن بيوتي مضروب في الاريا يساوي على الوركينج اورز 60 تطلع التصور ده متر مكعب على 90 ده اسمه الفيلد رودر بيوتي زي ما مكتوب في السايت اف دبليو فيلد رودر بيوتي ده وحدته ايه؟ متر مكعب لكل فدان لكل ابلكيشن يعني لكل ري لكل اريجيشن او ابلكيشن معناه ايه؟ الفدان ده بياخد كام متر مكعب في الرايه واحده. الرايه بقى تعيش بقى قد ايه؟ فتره اسبوع 10 ايام اسبوعين شهر على حسب نوع ايه؟ المحاصيل والاراضي والاماكن اللي احنا موجودين فيها. ف ده عارف في الاسئله دي بتبقى الاريا بالفدان الاريا المحكومه بالفدان فلما اخد الدايمنشن ده متر مكعب كل فدان بكل اراي واضربه في لا احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقلب لكل فدان ده لكل ريه الى طياره معلش يا اصلا كل ريه بنقلبها الى كل يوم يعني الفدان في الارض دي عايز كم متر مكعب في اليوم؟ بالتالي ده متر مكعب كل فدان كل يوم اضرب في الفدان يبقى الفدان راح مع بعض اضرب متر مكعب كل يوم اليوم هيتقلب بقى ساعات ودقائق وثواني حوالي 20 متر مكعب بالايه؟ بالثانية ده التصرف لو عرفت التصرف ده بطريقة كده سهلة هندخل في جدول نطلع ده هنقول
المعادلة اللي بتستخدم هي معادلة جاني بتقول إن كيو تساوي الأريا مضروبة بالبلس. ألاقي الكلام ده بيساوي إيه؟ واحد على إن هنا الأريا اللي هي البلس على إن أر أس تلتين أس باور نص. الكلام ده تاخد هيدرولكسي معرفتش إيه أنت لغاية دلوقتي. ده حاجة اسمها الهيدروجين ريديوس بيساوي الأريا على كيو البرانتر. البرانتر المحيط المختلف على المية. يبقى مساحة كروس سيكشن على المحيط المختلف. معناها ما نسبقش الأحداث الترم ده أنا مش هاخده دلوقتي أعمل إيه؟ كل اللي عمله إيه؟ هجيب فاكتور اسمه كي دي يساوي كيو على جذر إس. ده هكون حسابه. ده هفرضه إس. سيبك من دول بقى. يبقى أنا هجيب فاكتور ده كيو على جذر إس. هم عملوا بقى كيو على جذر إس بتساوي القيمة دي عملوا حسابات كتير وحطها في جداول. مش هحسب بقى الكذبة دي. أنا هحسب الفاكتور ده. كيو أنت حسبها. اس تفرضها اللي هو الميل في الاتجاه الطولي والاس دي في الدقة من 40 إلى 60 سم لكل كيلو متر. بس خلي بالك بقى دي تبقى دايمنشن ليس. يبقى لازم أعملها إيه؟ هضربها في 10 إيه؟ باور ماينس 5 عشان أحولها إيه؟ سم على سم. ده في حالة الأرض مثلا يعني بتاع ليس ترابية عليه خالص. لكن ممكن انها تساوي من 60 الى 100 سم لكل كيلو متر. طبعا انا هطلع مره في 10 سم 5 ده في حاله اللاين مسح. يعني انا ايه عملت تبطيل للمسح. لما ببطل المسح اقدر ازود السرعه ازود السرعه بقلل الليكج او الفواقد من المسح وبالتالي بتكون القطاع لازم يشرب معاك. خلاص؟ بلاش ما بيعوض لان ده بيدي مكعب على الثانيه ده ما يمنش الاس دايما في الوقت في الحته دي. لو الفاكتور لو الرقم سن اتغير لو الرقم سن اتغير بنعمل ايه؟ مش هنقعد بقى كده كل شويه بقى هنعمل ايه؟ هنحط كده ان على بوينت 0.25 قلت قلت فرد الان هي واحد عليها تساوي كام؟ هتطلع لك 40 خلاص؟ ان الجداول دي معموله على الرقم ده. فاحنا بنعمل شيء موديفيكيشن تحايل كده على المساله بستخدم نفس الايه؟ الجداول. ده الرقم اللي موجود حقيقي بقى في المساله على الرقم الافتراضي اللي معمول فيه الجداول بجيب الفاكتور. بعد كده انا بكتب في جدول بقى. عندي جدول. استنوا الناحية عشان هيبقى جدا ليك الجدول ده. الجدول ده أول عمود فيه هيبقى الدبس بتاع المية واط بالمتر. هيطلع بقى يعني مثلا 0.1 0.15 0.2 أرقام بقى كده عندك. بعد كده مقسمين مجموعات كده للعرض بتاع الجسم. مثلا بي مثلا 0.4 متر بي تساوي مثلا 0.5 متر. لما يطلع الارقام اللي هو الجدول دي مثلا 0.6 متر. فعاملين الجدول ده اسمينه العمليه دي اسمها كده عمودين. انا يهمني عمود واحد يكون مش الاثنين. عندي ده الفاكتور كي دي والاريا. فاكتور كي دي والاريا فاكتور كي دي والاريا. انا ما بيجيش الاريا، الاريا دي بعد الحسابات بتقدر تطلعها. ده هنا ارقام مكتوبه بقى. في ارقام مكتوبه هنا. بحث الفاكتور. انت حسبت الفاكتور اهو، في ده. صح؟ هتاخد تروح تدور تختار الطرديه مثلا اللي هتفضل بيه مثلا ب 50 سم. تدور بقى على ايه؟ هي دي. تقريبا. خلاص؟ يبقى انا بعد ما حسبت الفاكتور كي دي او فرضت الاسلوب حسبت الكيو جبت الفاكتور كي دي عدلته بان على 0.025 دخلت في التيبل فرضت البي دورت على قيمه قريبه طلعت هي دي هروح داخل كده اجيب الايه؟ الواو على طول اجيب الدبس على الميه وانا فرض البي انتهت المساله. دكتور نعم معلش وانا امتى بعدل على انه
انت بعدل المضرب بان على 0.25. لان الجداول اللي معموله على ال n ب 0.05. يعني ايه معناها عمليا؟ لا هقول لك، قيمه الرفنس على حسب اللي موجود في الطبيعه في الشانل دي، الرفنس قد ايه قيمتها، فكل ما تغير الرفنس كل ما حسابات تتغير. فالتيبل ده معمول على رفنس 0.05، لما يجي رفنس ثاني المفروض اعيد الحسابات من تاني. بما ان انا مش هعيد الحسابات، القيم الرفنس صغيره قوي، لو عدت اعمل حسابات هغلط، اي ايرور صغير فيها هيطلع اخطاء. وانتوا لسه في سنه ثانيه ما خدتوش طرق الحسابات او الديزاين بتاع الكروس سيكشنز في الهيدروليكس، فاحنا نستخدم ايه؟ نعمل شويه موديفيكيشن كده، بنتحايل شويه على المساله، نستخدم نفس الجدول بس الفاكتور بتاعي اعمل موديفيكيشن من قيمه ال n على ال 0.05 عشان استخدم نفس الجدول. لكن الاصح ان انا احسب حساباتي على الرفنس الحقيقي. ده الرفنس. ماشي؟ بفترض البي اللي هو الويتس بتاع المسافه. خلاص؟ بفترض السلوب وانا حسبت الكيو. ده كيو على جذر اس في ان على 0.05 جبت الفاكتور. نعم؟ لا المسائل احنا بنحاول نخلي المسائل عرضها صغير عشان المسائل دي عدد كتير جدا. كل واحد لو عنده فدان واحد عنده مسأة على راس الغيط بتاعته مسأة وفي اخرها مصرف، لان لازم اي ارض صرف اي سطح بالذات لازم لها مسأة عشان تدخل ميه عليها، ولازم لها صرف في الاخر عشان تصرف الميه عليها. فيبقى المسائل دي اعداد كتير جدا جدا، يعني مئات الالاف من الكيلومترات في الاراضي. فانا كل ما صغر العرض كل ما بوفر ارض. بالاضافه ان مع الوقت والاستخدام لو في اهمال تبص القطاعات بتاعتها جرى ايه؟ وتبوظ تستبحر او توسع، فده بيهلك في الارض. فانا بوفر ايه؟ ان انا اصغر 30 40 50 سم. لكن لو المسأة كبيره بتدخل اراضي كتيره ممكن يبقى عرضها متر. لو هي متر وعمقها متر، انا برضه ما تبقاش عميقه قوي، العمق الكلي ما عمق ميه وفي مسافه فري بورد. لو قلنا كلها متر المصرف يبقى لازم اعمق منها عشان يلم الايه؟ يلم الميه من الارض. فلو هي عمقها متر عمقها متر والميل مثلا 3 ل 2 يبقى بزود كده متر ونص وكده متر ونص، لان كل واحد لا احنا قلنا 3 2 3 افقي 2 راسي يبقى 30 متر و30 متر يبقى كام؟ متر ونص، وعرض متر يبقى اصبحت من فوق عرضها 2.5. شوف المتر بقى من فوق كام؟ 2.5. المساحه دي هتقول متر ومتر ونص والكلام ده ايه يعني؟ لا، مع المسافات الطويله والاعداد الكتيره بتجمل مساحات. يعني اي واحد لو عنده فدان ارض يجي يقيسه ما بيلاقوش فدان. ما بيلاقوش فدان ابدا، ليه؟ عنده المس او المصرف والجسور. فدان 24 قيراط مش كده؟ بيلاقي 20 21 19 ده يبقى حظه كويس لو طلع 22. فبيبقى احنا من مصلحتنا ما نهدرش في الارض. فدايما افترض بقى طيب انت فرقت وجبت الدف. يعني الاصح ان انا اخلي العمق اكبر من العرض. يعني لو فرضت الدف مثلا 40 طلعت عمق 40 او 60 ماشي خلاص. لكن ما ينفعش برضك ان اخلي العمق 40 وطلع لي العرض 40 والعمق متر ونص مثلا. يعني كان لازم اكبر شويه في الايه؟ مع العلم ان المعادلات لما تاخدوها بعدين هتلاقوا الدبث هو الافكتيف قوي، لان الباور بتاعت الواي هتلاقي اعلى من الباور بتاعت العرض. المعادله في الاخر نون لينير، فتلاقي ان الواي اي تغيير في الدبث يدي ديسشارج اكتر من التغيير في العرض. فبعد ما نفرض البي ونجيب الواي، لو لقيت ان الدبث اكبر من الواي او يساويه ماشي خلاص. لكن لو العكس ما ينفعش، لازم اصغر واخلي العرض اكبر. دكتور هو بيبقى في مصرف للمسأة يعني بعد المسأة؟ يعني الارض قبل الترعه ده الارض. لا انا بتكلم جوه الحقل بقى، ما في ترعه. الترعه احنا خدناها في الكلام ده ولا لا؟ ادي مثلا ترعه رئيسيه وترعه حاجه ثانيه، في مصرف هنا كبير خلاص؟ في ترعه بقى ثانيه كده في مصرف كده زيها مثلا كده. انا اديك مثال يعني اهو،
مصرف كده دي اسمها ترع التوزيع برضه في مسار مثلا هنا عشان تاخد الايه بتاعت الاراضي خد القطعه دي القطعه دي مثلا طلعت 2000 فدان هتبقى منين؟ تبقى من الترعه دي دي تتقسم بقى 2000 فدان دي لمجموعه مسائل هتلاقي بقى كل مسألة بس تروح تروي ايه؟ 100 فدان 200 فدان 300 فدان لو ناخد تقسيم سهل قوي مثلا بتاعنا حاجه زي كده المسائل هو كده المساله دي رايحه تروي ايه؟ الارض مثلا الحته دي الحته دي مثلا طالعه 50 فدان ولا 300 فدان فبيبقى فيها تاخد المساله دي بقى ايه؟ مراوغ صغيره كده يعني انت عندك شبكه ودي مثلا قطعه دي 50 فدان 50 فدان دي لو بتاع واحد بس خلاص هو عنده بقى يقدر يعمل ايه؟ التقسيمه بتاعته جوه ارضه لكن غالبا هتلاقي 50 فدان دول بتوع 50 واحد مثلا خصوصا لو رحنا الدلتا مثلا هتلاقي بتوع 100 واحد هتلاقي بتوع 10 حسب الملكيات فكل واحد داخل له مسقى على ارضه في اخر ارضه ايه؟ مصرف صغير فهي تدرج او يعني الترع تيجي من الكبير للاصغر 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 لكن المروه الصغير تروي الارض على طول والمصارف تبدا بالعكس بقى يقول عليها الزواريج كده ها تاخد من الصغير 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 الاكبر 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 لغايه ما اروح المصرف الايه؟ الكبير لان حركه الميه للترع عكس حركه الميه للايه؟ المصارف الترع هتدي المصرف بيلم الميه اللي هي الايه؟ الاكزيس دكتور ايه الزاويه اللي نشوفها؟ ده الوركينج اورز تشتغل كام ساعه في اليوم المسقى؟ لو ما عندناش معلومات نعتبر 24 ساعه لو في معلومات ناخد الرقم طبعا لو ري راكب عليه ترمبات وحاجه كده مفيش ترمبات تشتغل 24 ساعه يبقى لازم نحدد ساعات تشغيل 10 ساعات 12 ساعه 12 ساعه حسب الرقم بتاع الايه التشغيل ايه الارض لا يا سيبك من دي ما نقول لك لا دي مش عارف تخش دي دلوقتي دي بتاع سنه ثالثه خدها في ده حاجه اسمها هيدروليك ريجس الارض ده يساوي بالتالي عامل البرامتر البرامتر ده هو ايه؟ المحيط لازم والاريا هي الاريا بتاعت الكروس سيكشن بتاعت الميه خلاص؟ انا كل ده بيه افترض الاس حسبت الكيو جبت الفاكتور كيو على جذر ايه؟ جذر اس في ان على ويت اوت اوف فايف فرضت البي خدت التيبل جبت الايه؟ جبت الواي ابتدت المساله. المساله بقى دي كلها بتتحول ايه بقى؟ ازاي تجيب الكيو؟ الكيو بدلاله الايه؟ حاجه اسمها الفيلد ووتر ديوتي. ده اللي عايزين نعمله بقى الفيلد ووتر ديوتي نحسبه. غالبا احنا دلوقتي مثلا ايه؟ يقول لك بتاع الزراعه او بتاع الري ان الاراضي دي الفيلد ووتر ديوتي بتاعها او المقنن بتاعها كذا متر مكعب في اليوم. يقول لك احنا بنتكلم على من 25 او من 20 ل 30. الفدان نصيبه من 20 ل 30 في الاراضي في الجو العادي يعني الصعيد او الوادي والدلتا لكن لما نروح بقى مناطق حاره شويه ممكن يزيد شويه عن 30 ب 35 ولا حاجه بس انهي فدان بقى؟ فدان ايه؟ هو الارض الفدان ده ممكن يكون قمح ممكن يكون رز بسيم قط قصب ممكن يكون اي حاجه ده بيبقى المتوسط لكن في طبيعي فدادين تاخد اعلى وفدادين تاخد ايه؟ اقل. لما نيجي نتكلم على قريب رش قريب التنقيط لا اقل. اقل التنقيط يمكن نص القيمه دي او اقل كمان التنقيط ممكن نوصل 10 12 متر مكعب في اليوم اللي بالرش اعلى شويه ممكن 15 لغايه 20 عشان الرش برضه قريب للسطح يعني برش الارض كلها. بس في ميزه ان انا بتحكم في الميه وبالتالي بقلل المهدر. طيب بتقول ايه؟ بتقول اتكلم على المقنن بقى ال 25 دي جت منين وال 30 والكلام ده جت منين؟ انت عندك مثلا مسقه هتروي 100 فدان 100 فدان دول مزروعين تركيب محصول معين احنا في الشتاء بنزرع ايه في الشتاء؟ القمح والبرسيم وايه تاني يا جماعه معانا؟ معاه تاني طبعا الخضروات موجوده على طول في ايه تاني؟ ممكن نلاقي تاني الاشجار موجوده على طول ها؟ اشجار فواكه اشجار عاديه كله ده موجود على طول
لكن مين اللي قمح وبرسيم المحاصيل الاستراتيجيه وال الخضروات؟ ما اعرفش الشعير بيبقى موجود في نفس الوقت ولا مش فاكر مش عارف. يمكن ما هو شبيه بالقمح. الشعير على فكره بياكلوه البني ادمين مش شرط ان هو للحيوانات يعني. ده بالعكس الشعير صحي جدا جدا للانسان يعني. طيب التركيبه دي في الصيف بنزرع ايه؟ رز، قط، ذره، برضو الاشجار والفواكه موجوده. خلاص؟ في محاصيل تانية بقى، حاجات تانية تلاقيها موجودة حضرتك في نفس الوقت. فطبيعي إن ال 100 فدان أو 200 فدان على المسقة متنوعين. فأنا بقى لما أجي أحسب هتخيل عندي الأول فدان كده، فدان واحد. مكون من كل المساحة دي، كل الزراعات دي. بنسب معينة. النسب دي هي نسب تساوي نسب المساحات الإجمالية. يعني ال 100 دول فيهم مثلا 20 فدان قمح، 30 او 30 فدان قمح، 20 برسيم، ومش عارف 10 ايه وايه، اقدر اجيب النسب. النسب على الكل هي النسب على الفدان الواحد. خلاص؟ وبنجيب بقى هنا الديوتي ده للفدان الواحد. وبالتالي لما اجي بقى استخدمه اروح ضارب في المساحه الفعليه بقى. يبقى يعني انا رديته لايه؟ لاصله تاني. لما اجيب بقى ان الفدان واحد في كل النسب بتاع المحاصيل المزارعه، بعد كده هستخدمه ان اضرب في المساحه الايه؟ الفعليه. طب باخد الفدان الواحد اقسمه الزراعات اللي فيه واجيب نسبه كل واحده في الفدان ده قد ايه؟ ده تخيلي. انا عندي مثلا 100 فدان. خلاص؟ فيهم 40 فدان قمح. يبقى النسبه هنا ايه؟ 0.4. صح؟ فيهم 30 فدان برسيم. يبقى نسبه البرسيم كام؟ 0.3. في مش عارف اشجار 10%، 0.1 وهكذا. ممكن النسب دي توصل 100% او اقل. يعني احيانا الزراعات تعيش كل المساحه. زي ما تشوف المثال اللي انا عطوه لك. ده معنى ايه؟ ده الارض كده، طب ما هي ايه؟ انا عايز احسب الفدان واحد. هقول نفس الفدان الواحد ده التقسيمه هي زي الكل. وبعد كده لما اجي استخدم الحسابات الفعليه اروح ضرب بتاع الفدان الواحد في كله تاني. يبقى انعكس ثاني للاصل. فما ممكن الفدان الواحد ده يكون فيه زراعه واحده من الزراعات الكتير اللي في المية. لا انا يعني مش عارف فهمك ازاي. انا لو خدت النسب يبقى هيطلع ديوتي ما فيهوش ما اعرفش ابتدى يسرق. خلاص جبت للكل. لكن انا هاجي اختار واحد بس فدان واحد متخيل انه متقسم زي الكل. وارجع اضرب في المساحه كلها هتطلع هي هي. تمام؟ طيب الفيلد تقدر يتوقف عليه بقى؟ يتوقف زي ما انا قلت كده على ايه؟ انا صيف ولا شتاء؟ صح؟ طب انا زرع قمح ولا برسيم ولا ذره ولا قطن ولا ايه؟ توقف على حاجه تانية في سياسه الري بقى. سياسة الري ايه؟ شوف انتوا هنا مقسومين مجموعتين صح؟ ليه مجموعتين؟ ليه؟ طالما بتحضر المجموعة مش المدرج مش هيشيل الاثنين صح؟ مش كده ولا ايه؟ المجموعة دي لما يكون عندها محاضرات والثانية عندها ايه؟ سكاشن. الثانية لما يكون عندها محاضرات انتوا عندكم ايه؟ سكاشن. عملية تنظيمية. كذلك الري اتقسم كده زمان. اتقسم ازاي؟ اتعمل ان احنا مجموعة الترع دي ممكن تشتغل على مناوبات او ادوار. نقول نقسم الادوار خليها نصين مثلا او مجموعتين. مجموعه شغاله الثانيه مبطله. وبعدين عكس. دي تشتغل دي تبطل. دي لو ثنائيه. طب لو ثلاثيه؟ اقسمهم ثلاث مجاميع. انتوا في اعدادي مش كنتوا اربع مجاميع ولا كام؟ مش كده؟ ثمانيه باين. مجموعتين. برضه مجموعتين؟ مجموعه فيها 20 سكشن. لا خمس المجموعة في خمس خمس مجموعتين خمس مجاميع يعني ألف وب وج ودال يبقى أربعة يعني أربعة أربعة أيوه أربعة أربعة مجاميع كل مجموعة من كذا سكشن كذلك لو ثلاثية يبقى ثلاثة أول واحدة شغالة الاثنين التانيين مبطلين تاني واحدة ما تشتغل الأولى والثالثة مبطل لما الثالثة تشتغل الأولى والثانية إيه؟ بطل التنظيم صح؟ عشان إيه؟ عشان يبقى سهل الاشراف، المهندسين قليلين، العمال او البحارين قليلين، فكان يبقى عمليه تنظيم. دلوقتي ده نظام مناوبه ثلاثيه ثنائيه وفي ثلاثيه. دلوقتي بنفضل ايه؟ لا كونتينيوس كله مع بعضه. كله مع بعضه في التطوير. خلي الميه موجوده في كل الترع مع بعض نفس الوقت. بس برضه ثنائي ثلاثي مستمر كل واحد بياخد ميته في نفس اليوم اللي كان بياخد فيه قبل كده. ما تختلفش. مش معناه ان مستمر ان انا عندي ارض افضل كل يوم نفس الارض.
لا انا ربنا فتح عليا عندي 100 فدان اقسم ال 100 فدان كل يوم اروي، بس كل يوم اروي كام؟ 10 15 12 خد بالك؟ فهي تنظيم. فبرضه في النقطه دلوقتي ده يتوقف على كده. ليه بقى؟ لو قلت ان المجموعه الاولى تشتغل 5 ايام صح؟ الثانيه مبطله 5 ايام، نيجي نرجع نعكس نشتغل 5 اللي مبطله كام؟ بقى المجموع كام؟ ها؟ 10. عشان لما اجي اعود تاني للاولى يكون عدى 10 ايام صح؟ يبقى لما اجي اديك حاجه لازم اديها لك تكفي ال 10 مظبوط؟ بس انا اديها لك في 5 ايام. لو 5 عماله و5 ابطال. انا وقفت 5 هنا واشتغلت 5 تاني. تمام. وارجع تاني يكون عدى 5 تاني. 5 على البدايه مش على البدايه بقى طبعا. ما هو قلنا مش بيغلو كل يوم. برضو اللي خد في الخمسه دول متقسمين. بالظبط انتوا المجموعه ال 200 المجموعه ال 200 هل اقدر اعلم لكم مثلا تمارينكم ال 200 في نفس اليوم؟ مش ممكن. هقسمكم على 10 ايام كل يوم 20 واحد. يبقى اللي خد ال 20 اللي خدوا دول في اول يوم مش هرجع لهم الا بعد ما اخلص ايه؟ المجموعه دي والمجموعه دي ارجع لهم كل ده التوتال بيريود كده اللي في الريليشن فريكونسي كلها. فاصبح بقى ايه؟ انت هديك ميه الفتره كلها في نص المده. ولو الثلاثيه هديك ميه كلها في ثلث المده. طب مثلا الكميات ايه؟ تتضاعف اللي ماشيه في المجاري المائيه. لكن الكونتينيوس هديك ميه كلها في نفس المده كلها. يبقى الكميه تجرى لها ايه؟ الديسشارج يجرى له ايه؟ يقل. تعالى نشوف الكلام ده مع بعض بقى. ان احنا بنقول ايه بقى؟ ان في نقطه دلوقتي ان في نقطه دلوقتي ده ادي الحسبه بتاع الديسشارج فرق شغالين ايه؟ الكروب سيزون والنصيف الشتاء والبيت فانكشن من الاجريكلتشر روتيشن دي اللي قلناهاش. يعني ايه دوره زراعيه؟ نقول ان المحاصيل الارض لو الزرع تبدا تزرع في نفس الوقت اللي كل سنه نفس المحصول هتضعف الارض ويجي امراض للنباتات فبيعمل تغيير للايه؟ للزراعه. التغيير ده كل سنتين كل ثلاثه كل اربعه على حسب الايه؟ السياسه. نعم. كيو ده الديسشارج اللي احنا قلناه؟ يعني ماشي في مصر. طيب والكيو الثانية نفس الموضوع اللي خد. فين الكيو الثانية؟ هو ده اللي بيجي من الديل اللي داخل، بجيب دي عشان اجيب الكيو. في لوتر ديوتي المقارنة للمالي. أنت مصروفك في اليوم كام؟ 10 قروش. هو ده المقارنة بتاعك في اليوم. صح؟ ده كذلك الارض عايزه في الفدان عايز كام في اليوم؟ طيب الحاجه الثالثه الكروب نيدز الاحتياجات بتاعت المحصول. الحاجه الرابعه الريجيشن روتيشن اللي احنا لسه بنتكلم عليها ثنائي ثلاثي كونتينيوس بالظبط. تعالى نشوف كل حاجه بقى. الكروب سيزون عندي محاصيل صيفيه وشتويه وكان في نيليه. ليه ده؟ لما كان بيحصل فيضان او لما كان بيحصل السده الشتويه اللي اتلغت تقريبا كانوا بيجي في وقت ما بين المحصولين نيجي بعد يناير يقفل الفتره اخر ديسمبر وبدايه يناير كان يقفل 20 يوم او شهر الميه منع خالص عن الاراضي. بعد كده يرجع يرجع في الفتره دي اسمها بيتلخبط السيستم فبيبقى ده سيزون لوحده. الحاجه الاخيره او الاخيره الاكشن روتيشن دوره زراعيه بتتغير كل سنتين ولا ثلاثه طبقا يبقى تركيب المحصول يتغير يعني. الحاجة الأخيرة بقى المهمة الكروب نيدز. الكروب نيدز احتياجات المية. أنا حاطط لكم جدول كده استرشادي ما تحفظوش. جدول إيه؟ استرشادي. يقول لك المحاصيل وكميات المية اللي بتستخدمها قد إيه؟ والفريكونسي بتاعتها قد إيه؟ خلاص؟ كميات المية يا إما بالفوليوم يا إما بالدبس. الدبس جبناه إزاي؟ الفوليوم بتاع الفدان حسبناه على 4200 طلعنا الإيه؟ الدبس بتاعه. طيب ده معنى مثلا الرز بياخد كام؟ الفدان بياخد كام؟ 24 متر مكعب في الريه بس يقعد عليها قد ايه بقى؟ مرويش تاني اللي بعد قد ايه؟ هو من 4 ل 8 يعني تقريبا اسبوع. يبقى الرز ده كل اسبوع يتروي. هو الرز ده محتاج ميه كتير خلاص؟ لذلك هو ده مستهلك للايه؟ ميه. القطن القمح الذره مش عارف ايه المفروض عندنا بقى محاصيل كتير جايبين بس امثله يعني. في حاجة
حاجه اسمها شرائي وبربيرنج لاند الاثنين حاجه واحده، اللي هو هي ايه؟ ان الارض في نهايه السنه بعد الزراعه خالص بتحصد بتتساب فتره، فبيبقى الارض نشفت والبذور النباتات جواها سابت فتره، فبتحتاج لما نيجي نزرع تاني يعني عندها ريه بيسموها ريه المحياة، كميه ميه كتيره عشان تفكك الايه؟ التربه، يسيبها شويه ويرجع يعمل كل بقى الاعمال الحرث والتسويه والحاجات دي يعملها. طيب بنقول بقى ايه؟ هنا بقى الرز ده انا بيتواجد، خلي بالك الرز كل اسبوع. الرز له حاله خاصه، لما يكون عندي محصول رز لازم احطه يا في كونتينوس اريجيشن سيستم يا في مناوبه ثنائيه بس. ليه؟ الثنائيه في المعتاد بتبقى اربع عماله واربع بطاله، اذا ما اتقالكش غير كده. يبقى مجموعهم كام؟ 8. يبقى اي فدان رز اتحط في الثنائي لازم بعد 8 يوم لازم اجرويه تاني. لكن ما ينفعش احطه في الثلاثي. الثلاثي بيبقى 6 و12. يبقى مجموعهم كام؟ 18. هيموت الرز لو ما خدش الميه بتاعته. خلاص؟ يبقى لو كان رز تحطه يا اما في ثنائي يا اما في ايه؟ ثلاثي. تعال نشوف بقى الثلاثي دول هتفهمها اكتر لما تاخد نظام بالعربي. التو تيرم روتيشن قلنا أربعة عمالة وأربعة بطالة بالمجموع ثمانية. يبقى أي فدان تراه مجموعة من الأرض بدأت فيها يوم واحد خلصتهم في اليوم الرابع سبتهم، رحت مجموعة ثانية بدأت في اليوم الخامس خلصتهم في اليوم الكام؟ الثامن. هعود ثاني لأول فدان تراه بتاع أول يوم يبقى عدى عليه كام يوم؟ ثمانية. طيب الثلاثي برضه ما تتقالش يبقى 6 و12. يبقى أول مجموعة تخلص في 6 أيام. الثانية كمان 6، الثالثة كمان 6، يبقى أول فدان الرابع عدى عليه كام يوم؟ 15 يوم. الكونتينوس ده المرحلة الثانية في حاجة بتتباين ما بين الثنائي والثلاثي، وده بيحصل لما كان في سادة شتوية وما بقاش بيحصل دلوقتي. مفيش حاجة اسمها سادة شتوية ولا بتتقال. الكونتينوس ده هو ايه؟ ان انا اقول ايه؟ الاربعه والاربعه دول لا هضمهم على بعض ثمانيه. يبقى الارض اللي هي كلها مرتين والمسده بتعدي كام في اربع ايام بتبطل اربعه؟ لا انا هخلي الميه موجوده في ثمان ايام كلهم في المسده. بس هقلل النسبه اللي انا بديها للارض النص تقريبا؟ لا لا هي هي بس ايه؟ التصرف بتاع المسده هو اللي قل. انت كده كده هتعمل ايه؟ هتروي الارض بدل ما ترويها في 4 ايام عشان تعيش 8 هرويها في 8 ايام عشان تعيش 8 يعني بديها نفس ميتها بس بفرض الميه على 8 ايام في المسح بدل ما كانت تمشي في 4 ايام لا تمشي في 8 ايام بالظبط انت خدت مصروفك في اول يوم او في 4 ايام عشان تقعد بيه اسبوع لا الحاله يستدلوا ايه؟ انت خدته الاسبوع عشان تقعد بيه اسبوع يبقى الريت اللي انت بتاخده يوميا ايه؟ قل وبالتالي الديزاين بتاع الكونسبشن ده برضه ايه؟ هيصغر. يبقى المسائل دي لما نيجي نطورها اول حاجه التطوير تتعمل كونتينوس اريجيشن الاقي المسأله كبيره لان التصرف هيقل بعد كده يبقى ارجع اعمل ايه؟ لازم اصغرها. اصغرها يا اما ابنيها يا اما نقلبها مواسير نعمل لها طرق التطوير كتيره. نعم. معلش بس الفرق ما بين الاريجيشن روتيشن والاجريكلتشر روتيشن. اجريكلتشر روتيشن ان انا عندي الارض دي مزروعة مثلا السنة دي قمح وفي جنبها برسيم وجنبها مش عارف ايه وهكذا. السنة الجاية ممكن اكرر نفس التركيب في نفس المكان. والسنة الثالثة كمان. رابعة ما ينفعش بقى يقول لك لا. لأن هتفضل الأرض في نفس الوقت تزرع نفس المحصول تضعف. الأرض والمحصول يجي لها أمراض وحاجات كده فبيغير بقى يقلب مكان القمح برسيم وبرسيم يعني يغير الأماكن المحاصيل. انما الروتيشن بتاع الري لا ده الادوار بتاعت الناس بتروي امتى خلاص طيب هو في الجدول اللي كان فيه الرز وفي من 4 ل 8 الانترفال يعني الانترفال يعني ممكن اروي كل قد ايه ولا ما هو يعني على حسب بقى يعني انت مش قبل 4 ايام تروي مش بعد 8 ايام معاك الفتره دي سماح من 4 ل 8 يعني انا ممكن مثلا اروي كل 5 ايام مثلاً. ممكن لو السيستم بتاع الري اللي جايب لك الميه يسمح بذلك انت مرتبط بالميه اللي موجوده طب ليه لما كان 6 ايام يعني مثلا لما اللي هو مثلا بتاع 6 ايام ما عرفتهاش ان انا مثلا لان هيعدي 18 يوم على ما ارجع له تاني
6 وبطلت 12. يعني بقسمها على 3 مرات مش اه على 3 مرات في الثلاثي اصبحت 6 و12 يوم بطاله او 5 و10 ايام بطاله او مش شرط يكون اللينسز بتاع الطاقه متساويه مش شرط ده على حسب مرتبط بالسيستم ويستحسن يكون متساوي العماله والبطاله في الثنائي وبرده تكون مضاعفات متساويه في الثلاثي يستحسن لكن انت بترتبط بحاجه موجوده في الطبيعه في الحقل او في الشغل ممكن يحصل تاخير لاي سبب في عطل في مدخل الميه في المسقه او الترعه اللي جايبه الميه حصل فيها مشكله عايزين نعمل احلال للحاجه نصلح حاجه في الثنائيه الاربعه دي ساكته ولا ينفع تتغير؟ ممكن تبقى خمسه وخمسه او اربعه واربعه على حسب على حسب لكن انت لو ما فيش ارقام افترض الارقام اللي بقولها اربعه واربعه او سته او 12 ما هو الريت قل بس لمده 8 ايام بدل الريت اكبر في مده 4 ايام يطلع نفس الفوليوم خد علينا 100 فدان اه 100 فدان خلاص المقنن 25 في المكعب في اليوم يبقى في اليوم عايز كام؟ 25 في 100 يبقى جايب 2500 مكعب صح؟ طيب في 8 ايام بلغ 2500 بكام؟ 20000 صح؟ ال 20000 دول يدخلهم في اربعه يبقى الريت كام؟ 5000 في اليوم يدخلهم في 8 يبقى الريت كام؟ بقى كام؟ شوف ده ضعف اصبح المسا بدل ما الناس تدخلي 5000 في اليوم لا انا ممكن ادخلهم 2.5 بس مش شغاله المايه المره الفتره كلها طول 8 ايام. خلاص؟ احنا كنا بنتكلم على يعني ايه اعمال الريتيشن تعالوا نشوف بقى احنا هنكتب لها معادله هي إيه مش عايزه معادله اصلا. خلاص؟ بس بقول احنا عايزين نعمل ايه؟ اللي في الجدول عندي طريقتين للحسابات يا اما زي الجدول كده بالفوليوم يا اما نجيبها بالدبس ان انا احسب الهوك ماسبريشن والحاجات دي اللي بالجدول مكتوب وحدتين متر مكعب لكل فدان لكل ري صح؟ طب انا عايز اقلبه ايه؟ عايز اقلبه ايه؟ متر مكعب لكل فدان لكل ايه؟ لكل يوم يبقى لازم اقلب الري دي لايه؟ لايام صح؟ يعني اعمل ايه؟ مثلا محصول الرز ياخد 420 متر مكعب في الرمل هيعيش كام يوم؟ 8 ايام يبقى عليه عايز يوم كام؟ 120 على 8 يطلع كام؟ حاجه 55 متر مكعب يعني فدان الرز عايز 55 متر مكعب خلاص؟ في اليوم في فدان تاني من محصول تاني عايز 20 و15 لما اجيب بقى التركيبه دي تطلع لي المقنن المفترض يبقى انا عايز 55 متر مكعب للفدان في اليوم قسمت على ايه؟ بتاع 8 ايام طب انا بقى لو دخلت في الروتيشن هقسم على 4 ايام مش 8 يبقى 420 على 4 يبقى لما تخلص من كلمه ابلكيشن او اريجيشن ها لديز ان انا اقسم على عدد ايام التشغيل ده اول اسم الحاجه الثانيه الرز ده اللي انا زرعه اللي ضربت فيه المثل نسبته قد ايه في الارض؟ هل كل الارض مزروعه رز؟ لا نسبته 20% فلازم انا اعترف بالبرسنتج بتاعت الايه؟ بتاعت الرز. طيب في حاجه ثانيه انا زارع ناخد المثال بتاع الرز اللي في الصيف رز وقط وذره هتلاقي الرز لازم يتروي لازم ما يعديش 8 ايام او اسبوع. القط لا انا ممكن اقعد اسبوعين. الذره ممكن اقعد شهر. هل بقى كل ما اجروي اعدي على الرز والقط والذره اديهم ميه؟ لا الكريتيكال بالنسبه لي ايه؟ الكريتيكال بالنسبه لي هو ايه؟ الرز انا عايز كل اسبوع او كل 8 ايام الذره لا تقعد اسبوعين سوري القط الذره تقعد اربع اسابيع طب هل بقى مره احرويهم كلهم وتاني مره احروي الرز بس تالت مره احروي الرز مع القط رابع مرة أصبح الرز بس، ثالث مرة ورابع مرة أروح أقولهم كلهم
يبقى مره ميه كتيره مره ميه قليله، ده ما ينفعش مش كده؟ لان المجرى المائي اللي جايب الميه دي هو واحد مفيش غيره، يبقى الميه كتيره وميه قليله لا ما ينفعش. ما نعمل ايه بقى؟ اقسم تاني، اقسم تاني تقسيمه تاني. اقول الرز ده لازم اديله كله، ملوش حل، لازم اديله ميه كلها بتاعته. اخد بقى جزء من القطن وجزء من الايه؟ الدرج. ولما اجي المره الجايه هروي رز تاني لازم، واخد جزء تاني من القطن واخد جزء تاني من الدرج. ولما اجي المره التانيه هروي رز تاني، هلاقيني عدت تاني الجزء الاولاني بتاع القطن وجزء ثالث بقى اخده من الايه؟ من الدرج. وبعدين ارجع تاني الرز لازم يتروي، واخد الجزء الرابع من النص الثاني من القطن والجزء الرابع من الايه؟ من الدرج. ده توقف على ايه بقى؟ بس ده ما بيحصلش. توقف على ايه؟ نعم. يعني ده بيحصل؟ اه لازم يحصل. لازم يحصل. وان ما حصلش يبقى السيستم اللي بيجبرني على كده. يبقى ان ما حصلش هعمل ايه بقى؟ حلها ايه؟ ان مش كل مره ادي نفس الكميات الميه دي. يعني فدان الذره لو قعدته شهر عايز 700 متر مكعب، لكن لو قعدته اسبوعين اديله نص الكميه، وده اللي فعلا انت بتتكلم عليه. خلاص؟ ولو قعدته اسبوع اديله ربع الكميه. بالك؟ لكن انا لو بديزاين سيستم جديد لازم اعمله بالطريقه اللي بقول عليها. لكن اللي بيحصل في الري فعلا زي ما انت بتقول ان عنده فيكسد ديتس تقريبا للري. الفلاح عارف الميه بيجي له كل قد ايه، فبيبقى ارضه. بس مش هيدي بقى الكميه اللي بنتكلم عليها. لو المده دي مش هي المده اللي المفروض المحصول يعيشها، ها؟ اديله بقى نص الكميه او اقل او تلت او اكتر شويه. على حسب السيستم اللي شغال فيه. على حسب الفصل برضه يا دكتور، يعني بالنسبه للشتاء غير الصيف يعني. ايوه طبعا. انا ضربت مثال، انا ضربت مثال دلوقتي بمحاصيل صيفيه مش شتويه. خلاص؟ انت المفروض بتحسب لو المسأله دي بتشتغل صيف وشتاء تحسب للاثنين. ايهما اكبر ولا الديزاين عليه؟ هو انا مشكلتي دلوقتي ان انا مش عارفه اتحكم في كميه الميه ولا مش عارفه اتحكم. لا انا عايز احسب كميه الميه عشان اعمل ديزاين كويس سيكشن. ايوه يعني ايه المشكله ان انا ازرع كل، يعني ارمي كل واحد لوحده، يعني ارمي الرز زي ما هو محتاج وارمي الذره وارمي القطن. يبقى الميه مره تبقى كتيره مره قليله. لما تكون كتيره بعمل قطاع كبير قوي. قليله بس الماء قليله قوي تعمل لي مشاكل. فانا عايز اعمل قطاع متوازن. يبقى كميه الماء اللي فيه تقريبا ثابته. اللي بتيجي كل مره. ولما اجي اروي ما ارويش كل الارض بقى، اقسم الارض. يعني كده هتصمم على فصل الصيف بس، صح؟ لا ما هو في صيف وشتاء ايهما اكتر. ما انا ما بحتاجش ميه كتير في الشتاء اصلا. ما ممكن يكون في محاصيل ثانيه. حسب نسبه الاشغال في الزراعات. ده مش شرط الاشغال تبقى 100%. في محاصيل، في ناس كتير جدا في الصيف بيبوروا ارض ما بيزرعوهاش. يقول لك محصول الذره ده ما بيكسبش. كتير. يعني يقول لك مش هزرع ذره، بعد ما يخلص القمح مش هزرع ذره. فعلى حسب نسبة الإشغال يعني في الأراضي. نرجع لكلامنا بقى، طب نعرف بقى إزاي بقى النسبة اللي هروي بيها وأشتغل بيها؟ شوف بقى، أنت بتقول مثلا منوبة ثنائية. الثنائية دي بقى 4 و4 و8 أيام. عرفت إن الرز ما يعيش أكتر من 8 أيام، لازم أرويه كله. طب القطن ممكن ضعف المدة دي، بنروي إيه؟ نص. طب الدورة ممكن تعيش 4 أضعاف المدة دي، يبقى ممكن أروي ربعها. يبقى جت منين بقى؟ من الفريكونسي بتاعت المحصول على الفريكونسي بتاعت الري بتاع السيستم. الدورة عندك لغاية 36 يوم أو 32 يوم. طيب الفريكونسي بتاعت المية بتاعت السيستم 8 أيام، 4 و4 و8. دي على دي أو دي على دي تطلع كام؟ 8 على 32 تطلع الربع. لو انا من قبل الربع الذره عايز اقدم عايزه الرز. لا ناخد المثال ده، عندي ارض فيها رز وقط وذره. لما اجي اروي هما 100، في 40 رز و30 قط و30 ذره. لما اجي اروي هروي ال 40 بتوع الرز كلهم، واخد نص ال 30 بتاع القط هنصب له 15، واخد ربع ال 30 بتوع الايه؟ مش كلهم دخلهم نفس الميه؟ ما هي داخله الميه وانا بقسمها بقى، هدي النص المره دي والنص المره الجايه. عايز تلوين، عايز تلوين كلهم، يبقى ميه النص دي ترجعها على الارض كلها. وده اللي بيحصل فعلا. لكن انا بتكلم على من ناحيه التصميميه، لو انا عايز اصمم صح ان انا اعمل كده، اقسم ادوار
يعني معروف افرض طبعا ال 30 فدان القطن دول مش بتوع واحد، بتوع خمس ست عشر ناس ملاك، هتقسم بينهم، انت خدت المره دي مش هتاخد المره الجايه، وده ياخد المره اللي بعديه وهكذا. بس اللي بيحصل ان المسقه وهي جايه الميه تعدي على الارض كلها، بس كل واحد بياخد ساعات تشغيل بقى. ساعات التشغيل دي مش شرط تدخل الفوليوم اللي انا عايزه، لا، لان هو هيروي دلوقتي كل فيكس ديت، ده مرتبط بالسيستم بقى اللي انت شغاله اللي هو شغال. لكن الصح لو انا بعمل سيستم جديد ان انا بقول عليه ان انا اعمل ايه، اقسم واعمل ادوار. فخلينا نقول بعدين التشغيل دي قصه خلاص. يبقى انا ضربت نسبه المحصول كميه الميه على عدد الايام في نسبه الايه الري، وجمع المحصول كله يطلع على ايه الوتر. خدها كمثال عندي لو مثال اهو 20% رز 40% قط و40% كان دور. هجيب في الوتر بيوتي لو كانت طبعا الرز هنا ما لازم تكون ايه؟ توتال او كونتينيوس، ما ينفعش توتال، يبقى عدد ايام العمل اربعه والبطاله كام؟ اربعه. في اللوتر بيوتي عباره عن ايه؟ نسبه الرز الاول كام؟ 20%. في الرز محتاج 420 هقسم عشان اضيع ايام اقسم على اربعه يبقى اربع ايام العماله وواحد على واحد يعني لازم اقول كله زائد القطن كميه الميه بتاعته اقسمه على اربعه في نص جت من النص الفريكوس بتاعت الري 8 ايام بتاعت المحصول ده ممكن تبقى 16 يوم 8 على 16 بايه؟ بالنص زائد نسبة الضرر على أربع أيام في ربع. ربع جت منين؟ الثمانية على 32. 8 بتاعة الري والمحصول في يقعد 32. وأزود ليتشي نسبة وأطلع تطلع النسبة تطلع كام في المية؟ حوالي 60 متر مكعب للفدان. بس دي منوبة إيه؟ ثنائية. ال 60 دول بتاع الفدان عشان تشتغل لمدة أربع أيام فقط يبقوا كام؟ 240. يعني هم اكشوالي يكفوا كام يوم؟ 8 يعني ليه 30 متر مكعب بس في اليوم. ودي بقى الحتة بتاعت الكونتينمنت اللي بعديها معناها إيه؟ أنا بقى بدل ما كنت أقسم على أربع أيام أقسم على كام؟ على 8. أو لو أنا مغمض كده خالص التوتيرن لا يبقى كونتينيوس أقسم على إيه؟ اللي يطلع بتاع التوتر نقسمه على 2 اخد نص يبقى الكونتينر طلع 30 متر مكعب بس مقابلها انا شغال 8 ايام هي هي 30 في 8 ب 240 الثانيه 60 بس هشتغل 4 ايام 60 في 4 بكام؟ 240 بدات الجدول بمثال مثال الثاني ده كان مفيش رز يبقى حر بقى اعمله ثنائي خلاص؟ فكان النسبة قطن 40 و40 ذرة و20 شرائي أو بريبيري جلاز يعني فخدنا بالك النسبة كمية المية على عدد الأيام تشغيل الثلاثي كانت 6 وكانت واحد على واحد ليه بقى؟ لأن أنا بتكلم هنا على قطن المفروض القطن أو ما حصلنا القطن مش كده؟ يقعد لغاية أسبوعين طب أنا هيعدي 6 أو ممكن أوصل لغاية 18 يوم هيعدي 6 راي 12 بطاله او 18 يبقى لازم اجيب كله. خدت النسبه ايه؟ واحد على واحد. لما اروح للذره ممكن تقعد ضعف المده دي، ضربت في واحد على اثنين اللي هي جايه من 18 على 36 والشرائي زيها فطلع ان حوالي 70 جول فور مكعب للفدان في الايه؟ اليوم. بس دي مناوبه ايه؟ ثلاثيه. بديها في 6 ايام عشان تعيش 18 يوم. لما اجي اجيب الكونتينيوس بقى على طول تحتيه بقسم على 3 او بدل ما اقسم على 6 ايام اقفل على 18 يوم يبقى الكميه دخلتها في خلال الايه؟ 18 يوم تطلع لو ما ياخد من ال 23 ونص بتاع الفضاء. دي طريقه. في طريقه ثانيه بقى ليه؟ اوقع شويه واللي هي المثال اللي هحطه في الورقه اللي معاكم ان انا بحسب بيه الباور ترانسفيريشن نشوف الحسابات بتاعتي انا كل محصول عايز او بيطلع بخر مدح قد ايه. فبنعمل ايه؟ بجيب برضه
كل محصول بجيب اضرب نسبته تبقى برضه الريزرفيشن بتاعته. المثال اللي هيبقى موجود هنا جايب لك في فتره معينه اللي هي قد تكون البيك ديماند، بس لما يكون كذا محصول مش شرط البيك ديماند بتاع المحاصيل دي تيجي مع بعضها، مش كده؟ يعني الماكسيمم ديماند ما يجيش في كل المحاصيل في نفس الوقت، في لان في محاصيل عمرها اطول من المحاصيل، الستارتنج ريت مختلفه، الهارفستنج ريت مختلف، فتبقى في استهلاكات مختلفه. لكن المثال ده سهل الاول اللي جاي بعد كده انك متخيل ان كلهم مع بعض، لكن المثال اللي معاك لا، ده الفكره بتاعته فردين على السنه كلها. بنقول بقى يعمل ايه؟ هاخد نسبه كل محصول في الايفابوتراسبريشن بتاعه بدل الفوليوم، خلاص؟ وجمع القصه دي ثلاث اربع محاصيل، كل واحد ايه نسبه الايفابوتراسبريشن في الفتره دي، النسبه في الاي تي، النسبه في الاي تي، وهجمع كل الكلام ده. وارجع اضرب بقى ده يونت اريا، اضرب في مساحه الفدان 4200، خلاص؟ وارجع اقسم على مجموعه النسب بتاعت المساحات، كاني بجيب الويتد افريج اي تي في النسبه على مجموع النسب، او الاي تي في المساحه على مجموع المساحات، هي هي كاني بجيب الويتد افريج، خلاص؟ وبعدين ضارب بقى في رقم على رقم مكتوب اسمها دي ايه؟ فوق دي ار، وتحت دي ايه؟ دي نوت. الدي ار اللي هو الاريجيشن فريكونسي، والدي نوت هو الوركينج دايز. انا بضرب بقى لو هي مناوبه كونتينوس يبقى الاثنين زي بعض. الاريجيشن فريكونسي هي الوركينج دايز، مفيش زمن عماله، مفيش اوف ديتس خالص. كلها عماله. لو ثنائيه يبقى الدي ار ب 8 والدي او بكام؟ ب 4. يبقى الاريجيشن فريكونسي 8 والوركينج دايز بكام؟ ب 4. لو ثلاثيه يبقى فوق 18 وتحت ايه؟ 6، اذا كانت الارقام مش جيفن ليك فتاخد الارقام اللي ورا عليها. تطلع من هنا يطلع برضه نفس الكلام في على الدف وليس على ايه الفوليوم. كمثال برضه حاطين لك كل محصول نسبه والاي تي. حسبنا طلعنا في حاله المنوه وطلعنا في حاله ال الكونتينيوس الارقام بتاعت الايفابوريشن، خلاص؟ بعد ما جبت بقى الكلام ده ارجع للكلام الاولاني حسبت فيه كتر دي خلاص اقدرها في المساحه على ساعات التشغيل في 60 جبت التصرف بتاع المساحه. بعد ما جبت التصرف هجيب الفاكتور كي دي انفراد السلوب واجيب الفاكتور كي دي، وطبعا ان بصلح الفاكتور ان على لو ما عنديش رفرنس في المسألة أو ما حدش قال لي خلاص فكر ده بواحد، وجبت كيو على جذر اس أخش التيبل أفترض البي أجيب الإيه؟ الواي بتاعت المسألة خلاص. يبقى مفتاح المسألة كلها البسيطة دي كله في كيفية إن أنت تحسب الإيه؟ الفيلد بوتنشال. مش أكتر من كده. المسألة اللي 420 الأرقام دي طبعاً مش خليك تحفظ. أنا مش عارف الكلام ده. مش هو الجدول، انا ما بحبش الحفظ، مش عايز حد يحفظ، يحفظ مش هيفهم ويحل غلط الامر. عايزك تفهم لكن انت على طول ايدك ماشيه شغاله، خلاص؟ لو انا هديك محاصيل واعتماد على فوليوم لازم اكتب لك المحصول ده بياخد كام والفريكونسي بتاعته كام. لو هديه لك بالفاكتور انسبريشن هكتب لك المحصول ونثبته والاي تي بتاعته. خلاص؟ طيب نرجع بقى للمثال اللي معاك ده. المثال اللي معاك ده ايه؟ لاحظ انا عندي ثلاث محاصيل خدت قيمه واحده اللي هو الترانسبريشن، هتروح امتى مش عارف. حصل امتى مش عارف، صح؟ فكان مثال كده. تعال نشوف كده نقفل ده. دكتور الان دي جيفن ولا؟ نعم. الان. لو جيفن تاخد الان، مش جيفن افترض ان خلاص هي فول اوتو فايف يبقى الفاكتور ده واحد. تعال نشوف بقى ايه المثال ده. بيقول لك احسب بقى ايه؟ الفيلد كونتريبيوتور صمم المسحه والكلام ده كله بناء على ايه؟ طبعا الورقه هتلاقيها عشان معموله بورتريه وهي جدول عريض مش هيبان كله، بس هنتحرك يعني. انا عندي لك بقى ايه؟ طول السنه
من يناير لديسمبر. وده أرض ده ما تاخدش فلوس معاك طول السنة. وعطيلك إن في محاصيل كده 7 محاصيل تقريبا. وكل واحد نسبته قد إيه في الأرض. بس بالتالي هتلاقي في محاصيل صيفية ومحاصيل شتوية متغيرة على طول السنة. صح؟ فكل محصول له لينس أوف تايم. اللينس أوف تايم هنا أنا مش كاتبه بس تقدر تعرفه منين؟ أنا قعدت الـ ET note الريفرنس اللي في الأول سطر فوق خالص. صح؟ وجاي كاتب لك كل محصول نسبته والـ ET سوري والـ KC بتاعته بكام؟ طبعا اللي فوق ده ريفرنس ET note. في ناس على فكرة ممكن تستخدم الريفرنس على طول. بس الريفرنس على طول ده فيه مش مظبوط. ليه؟ قيمه انت فيه في الستيجز لما انت خدت في عمليه تحسب الاكشوال فابو ترانسبيريشن ان احنا بنجيب الاي تي اي بتساوي الكي سي مضروبه في الايه؟ في الاي تي نود. صح؟ الفاكتور كي سي ده بيتوقف على الستيج. انت في اي ستيج؟ انيشال ولا بروب ديفلوبمنت ولا الميد سيزون ولا الميد ستيشن مثلا او الميد سيزون ولا في الليت سيزون ستيج؟ على حسب احنا بنقسمهم 4 مش كده؟ ففي تلاقي الاوليه مثلا 0.3 0.4 0.5 الثانيه يحصل ديفولبمنت لغايه توصل ايه؟ 1.1 يعني 1.1 وتثبت بعد كده ترجع تقل في الهارفست. فالقيم مختلفه خلاص؟ في ناس بتاخد الاي تي نوت على طول. لا انا جايبها لك بقى كمساله تجمع ما بين اللي انت اخدته قبل كده ومع الجزئيه دي. فالارقام بتاعت الكي سي موجوده في الاوقات اللي موجوده فيها المحصول. اول ما تلاقيها بصفر يبقى المحصول انتهى. بادئ من هنا يبقى ده بدايته وقبليه ما فيش. طيب في محصول الاولاني خالص بادئ من ايه؟ شهر كام؟ بص كام شهر كام؟ ها؟ ديسمبر. طبيعي لان مش هيبدا يناير وبعدين يقطع ويروح ديسمبر. فما زي الكره الارضيه مش كده؟ هي بتلف. فانت شهور مستمره مفيش فاصل ما بينها يعني. فقبل من ديسمبر ولا يناير ده تقريبا محصول ايه؟ حد عارف؟ ايه؟ حد عارف ده محصول ايه؟ القمح. القمح تقريبا القمح بيتزرع من نص نوفمبر ها لغايه ديسمبر في الفتره دي بيتزرع الفتره دي. فاحنا قلنا من ديسمبر يناير فبراير مارس بيعيش له يعني بتحصد القمح في اواخر الشهر اللي احنا فيه شهر ابريل. يعني ممكن 4 شهور 5 شهور برضه مش مطلق لان في فرايتيز كتير وفي سلالات او اللي هي الفرايتيز بتتغير. بيبقى في تجارب ومحطات تجارب كتير معموله وفي سلالات بتستورد فبيبقى في انواع مختلفه. ممكن اللينس اوف تايم ده يتغير على حسب الفرايتي اللي احنا مستخدمينها. يعني انا هعتبر من ديسمبر لحد ابريل ده المحصول الشتوي مثلا. اه بص بتعرف الشتوي والصيف ازاي؟ معظم عمره كان في اي سيزون. خدت بالك؟ اتزرع بدايته شتاء وانتهى بنهايه الشتاء، بقول شتاء، ما دخلش في الصيف خالص. القطن بيتزرع امتى؟ شهر كام؟ الصيف. ما هو الصيف بيقعد حوالي برضك كام شهر؟ 5 شهور او اكتر كده. فبرضك لا بدايته صيف ونهايته كنت زمان نشوف كده واحنا رايحين المدارس بداية تروح المدارس قبل ما نروح المدارس كان بيبقى بيبتدي بقى يتجمع القطن. طبعا حصول القطن انتهى في مصر تقريبا انا عملية تحديد خالص. كان موسم جميل محصل بتاع القطن ده. الفلاح ما كانش يجوز ولاده الا في موسم القطن. كان هو المكسب بتاعه فعلا. ما نضحكش يعني الحقيقة كان فعلا هو ده المحصول اللي خلو داخل بقول لك بيجوز بلاده بقى. كلنا السبب بس طب الناس هي الدور عليها تعمل مباني عليها. حد كان ضربها على دي وقال لها بور الارض؟ هو الناس كلها مشتركه في الاخطاء. طيب هنعمل ايه بقى يا جماعه؟ هنعمل ايه؟ انا جايب المساله دي عشان ابص على السنه كلها. انا عايز اشوف عندي محاصيل متكرره ايه؟ لازم ابص بقى من يناير راسي كده فبراير مارس ابريل لغايه ما اروح ديسمبر. انا جايبه بردك الانترفال هنا شهر لكن هي ممكن تبقى معقده اكتر لما كل ايه؟ 15 يوم كل 10 ايام. وعلى فكره يعني لما بنيجي نعمل بالانس وحاجات كده
من الشهر ده مضاد ممكن نعمل كل شهر كل 10 ايام مثلا حسابات. كان في مشروع اسمه الماتشنج ما بين الزراعه والري، كل 10 ايام او اسبوع بتوع الزراعه يبلغوا الري ايه المزروع والنسبه قد ايه عشان يطلق الميه اللي تتناسب مع الايه؟ مع المساحه المزروعه. فالمفروض بنعمل كل اسبوع كل 10 ايام، لكن انا مخليها شهر عشان السهوله. ها؟ فانا اعمل ايه؟ عايز اجمع راسي بقى كده واشوف انهي شهر هو اللي فيه القيمه العظمى لا صم عليها. ده كان الهدف. فانت بتعمل ايه؟ بتمسك كل كيسي تضربها في ايه؟ في ايتينو. يبقى كده جبت الايه؟ الاكشوال. فكل محصول عرفت الايتين اكشوال بتاعته. الايتينو ثابته فوق كيسي وتضرب على طول، صح؟ طيب لما باجي ازرع بص راسي كل محصول ليه نسبه. النسب دي مجموعه لا يمكن يعدي ال 100%، لا يمكن. انا بقى انا بكتبها رعيت، لكن ممكن تقل عن 100%. ليه؟ انا ممكن ارض ما اتزرعتش عادي جدا، لكن مش هزرع اكتر من 100%. ازرعها ازاي؟ طبقات في بعض؟ مفيش. يبقى لازم ايه؟ ما تزيدش عليه عن 100%. فكل محصول بعد ما قرات وجبت الاكشوال اضرب في نسبه الايه؟ الزراعه بتاعته. يبقى هضرب كي سي في الايتي نود في الريشيو. يطلع لي الفاليو على طول قدام ايه؟ كل شهر من كل محصول. اجمع راسي اجيب العمود التوتال اللي تحت، الصف التوتال تحت. ادور على انهي شهر فيهم هو الماكسيمم. هو ده القيمه اللي هي تبقى اللي تمثل لي المحاضره بتاعتها. كنت راسمها كنت كاتبها الكبيره اللي هي نسبه البرسنتج في الايتي نود في الاي تي. خلاص؟ تمام كده؟ انا هعرف الريشيو منين؟ مكتوبة جنب كل محصولة مكتوبة 2 من 10 3 من 10 4 من 10. طب الانترفال كنا بنضرب الانترفال كلها اللي هعرف ده كونتينيوس ولا تو تيرن ولا تو تيرن. انت حرة بقى اعتبري كونتينيوس ماشي. وانا بعد ما اجمع اشوف اكبر واحد اشوف اكبر انهي بقى شهر اللي فيه اكتر. هو ده اللي اخده بقى. فده هو السميشن بتاع الاي تي نوت في الريشيو. ارجع اسمع الريشيو تحت. لو 100% يبقى 100 يبقى 1، لو 90% يبقى 0.9. بعدين اضرب الاري سيل بتاعت المسألة اللي كاتبها لك هنا 300 فدان تقريبا على الوركينج اورز. افرض الوركينج اورز زي ما انت عايز لو مش مكتوبه 24 20 16 زي ما انت عايز. 60 في 60 جبت الكيو. خلاص المساله بقى انتهت. خلاص عاد ما اجيب الكيو الكيو كده خلاص جبت الكيو. انت كده جبت الكيو ضربت في الكيو خلاص جبت الكيو منها خلاص انتهت المساله. يعني هي كل القصه اللي احنا قلناها دي مفتاحها الفيلد ووتر ديوتي المقنن المائي. ممكن بقى احنا نعمل ايه؟ نلغي الكلام ده اقول لك المقنن المائي فيلد ووتر ديوتي 25 متر مكعب للفدان في اليوم بس. خلاص؟ واضح يا جماعه؟ كده احنا خلصنا سيرفس ريجيشن والديتشز. الديتشز دي بالمناسبه تمشي مع سيرفس ريجيشن تمشي مع السبرينك ريجيشن. ما ممكن السبرينك ريجيشن والدوب ريجيشن المحطه بتاعت الضخ دي يبقى مصدرها هو نفس الديتش ده تاخد الميه منها على طول. بس بنعمل حاجه ثانيه بقى. مش معقوله نحط خرطوم المص بتاع الترومبا في قلب المسك. لا بنعمل حوض اسمه صم ما يحصلش نفط. ها؟ عشان ما يحصلش نفط عشان الميه ما تخلصش منه بسرعه. عشان لو الميه انقطعت الدعم ما لحقتهاش ممكن تبوظ بس مشاكل. فبنعمل حوض تاني كده تجهيز ياخد زمن معين من التصرف. يعني يخزن شويه ساعه ونص ساعه ربع ساعه على حسب الديزاين اللي احنا نختاره. يبقى ميه موجوده تكفيني مثلا نص ساعه عشان لو حصل انقطاع الميه يلحق الراجل ايه؟ يروح يبطل الايه؟ الترمبه. خلاص؟ مين اللي جه يا جماعه ما خدناش بيانات؟